أهلا بكم مشاهدي الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم المشهد السوداني، والتي سنناقش فيها العديد من الموضوعات التي تشغل الشارع السوداني. ابقوا معنا. في ظل تردي الأوضاع الصحية داخل السجون السودانية وانتشار وباء كورونا في معظم دول العالم، نظم عشرات من أهل المعتقلين السياسيين وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة العامة في الخرطوم، وذلك احتجاجا على أوضاع المعتقلين الذين تجاوزت أعمار معظمهم 60 عاما، والذي يعاني معظمهم من أمراض مزمنة. هذا واقتحمت الأسر مقر النيابة العامة المطالبة بإطلاق سراح ذويهم من سجن كوبر المركزي أو وضعهم في الإقامة الجبرية على الأقل، خشية أن يحصد الوباء أرواحهم داخل ذلك السجن. وقد ردد المتظاهرون شعارات من قبيل لا لتسييس العدالة، وحاكموهم أو أطلقوا سراحهم، للتعبير عن غضبهم إزاء سياسة الحكومة في التعامل مع الأسرى السياسيين. وذكرت بعض المصادر أن النائب العام قد التقى بالمتظاهرين واستمع لمطالبهم، وأنهم تقدموا بمذكرة إلى عبد الفتاح البرهان وحمدوك، إضافة لرئيسة القضاء نعمات محمد عبد الله، وعدة منظمات حقوقية وإنسانية تطالب بنقل السجناء من سجن كوبر إلى الإقامة الجبرية نسبة لظروفهم الصحية، إلا أن مطالبهم قوبلت بالرفض المستمر. تؤكد بعض المصادر أن عددا من عناصر النظام السابق باتوا يراجعون الوحدة الصحية داخل السجن بشكل مستمر، في حين تفاقمت حالة البعض الآخر مما استدعى نقلهم إلى المراكز الصحية خارج أسوار السجن. يذكر أن النائب العام تاج السرع على الحبر كان قد أعلن في أبريل الماضي القبض على 51 شخصية من قيادات نظام البشير على ذمة قضايا مختلفة، لكن دون تقديمهم لمحاكمات أو إطلاق سراحهم. مرحبا بكم من جديد مشاهدين الكرام. الآن ينضم إلينا عبر الهاتف الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور محمد أحمد ضوينة. مرحبا بكم دكتور. أهلا بك أخي فاتح. الله يحييك. تابعنا احتجاجات ذوي المعتقلين وهم يطالبون بإطلاق سراح ذويهم في ظل الأوضاع الصحية المتردية في السجون، يعني خصوصا مع انتشار وباء كورونا. كيف تنظرون لهذا الخبر؟ هذا بأمر كورونا كل الأمور تخذ لها قرارات لمعالجة أوضاع المعتقلين أو المسجونين في سجون السودان المختلفة، وتم إطلاق أصحاب المحكومين في قضايا الحق العام وهو الذي يلي أمر الدولة السودانية. بقي هنالك الذين حكموا في أمر الحق الخاص، وهم أصحاب الشيكات وأصحاب القضايا الجنائية وهكذا أشياء. نحن نقول يجب أن نطلق سراح كل المسجونين، لأن إذا أصابهم هذا الوباء الكبير سيضر بالدولة السودانية كثيرا وسيضر بالمجتمع السوداني. يجب أن يكون هنالك اتصالات مباشرة لأصحاب الحق الخاص والذين أصحاب الشكوى وأصحاب الحق الذي بسببه تم إدانة هؤلاء الناس ليتنازلوا. وسماحة الشعب السوداني معروفة، وأنا لا أشك في أن كل الذين اشتكوا هؤلاء سيتنازلون عن حقهم إذا تم الاتصال بهم. يجب على الحكومة أن تجتهد في التواصل مع هؤلاء، كذلك يجب أن تكون هذه السجون فارغة كشأن كل الدول التي ظهر فيها هذا الوباء الخطير، لأن وجود المسجونون في أو المسجونين في السجن وهم في حالة ازدحام واحتكاك مباشر، هذا يؤثر مباشرة في صحتهم وفي عافيتهم. ولكن أطلقت السلطات حوالي 470 معتقل، وهم يعتبروا من ذوي المعتقل، يعتبر سجناء في قضايا تعتبر يعني الرأي الحق العام أو شيء مثل ذلك، أوليس لهم الحق يعني أن 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 تكون لهم مثل هذه الإجراءات؟ ينبغي لكل المسجونين والمعتقلين في كل سجون السودان
ان يطلق سراحهم تحت ضمان في الدوله وتحت مراقبه في الدوله، واصلا كل المنافذ مغلقه في الخرطوم وفي كل الولايات. لا يمكن لاي مسجون ان يخرج من الدوله السودانيه ومن الولايه التي فيها. هناك سجون في كل انحاء السودان، في الخرطوم وفي مرطبان وفي الفاشل وفي كل مدن السودان. هناك ايضا معتقلين كثر في السجون العسكريه يجب اطلاق سراحهم فورا، لان هذا الامر يضر بهم كثيرا ويضر باقتصاد الدوله الاصل هو منهار. انت تعلم اخي نحن نعيش في اوضاع استثنائيه، الدوله السودانيه تمر بازمات متلاحقه، والذين هم خارج السجون ايضا كانهم في السجن يعيشون ماسي تلو ماسي وازمات تلو ازمات اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا وسياسيا. الامر الذي يتطلب ان تكون هنالك قرارات عاجله لمعاجله كل قضايا هؤلاء المحكومين والمعتقلين. ولكن ولكن دكتور محمد، شهد سجن الهدى بأم درمان احتجاجات لبعض المسجونين في قضايا الشيكات، وهم كانوا في القسم الخامس يعني، مطالبين الشرطة بإطلاق سراحهم على قرار محكومية الحق العام. لماذا لم تستجب الجهات المختصة كما استجابت لأصحاب قضايا الحق العام؟ هو المحكومين في قضايا الشيكات هم ديون لاشخاص ربما او لمؤسسات خاصه، الامر الذي يتطلب ان يتنازل اصحاب المال، واصحاب هذه المؤسسات هم الذين يتنازلوا المستفيدين من هذه الشيكات، يجب التواصل معهم بغيه اطلاق سراح كل المحكومين، لان هذا الامر يتعلق بقضايا جنائيه، قضايا محكوم فيها. لا اظن تستطيع الدوله ان تتدخل في الحكم الذي صدر في حق اناس ربما ظلموا او ربما اكل حقهم او ربما يعني دين ولم يسدد. الامر الذي يتطلب ان يكون هناك تواصل بين الحكومه وبين اصحاب هذا الحق، وكذلك مراعاه الظروف التي يعيش فيها المحكومين او المسجونين. كذلك هنالك بعض المعتقلين السياسيين موجودين فقط هذا النظام. طيب، ولكن المعتقلين كثيرة. المعتقلين السياسيين هم في حكم محكومي الرأي العام او الحق العام. نعم، هنالك قضايا الحق العام التي فيها اعتقالات سياسيه كما تمت للذين هم يتبعون الى النظام السابق، وحتى الآن لم تقدم لهم أي محاكمات أو إدانات. هنالك من تم التحقيق معه في النيابة وبعضهم لم تحال إلى المحاكم. هذا الأمر كله في ضباب وليس واضحا، يجب إطلاق سراحهم، وهذا مجال إنساني ليس له علاقة بالسياسة. كما الآن تحول الشعب السوداني من كاد أن يسعى لإسقاط النظام بسبب الكورونا وبسبب صحة الدولة، تراجع هذا الشعب الآن واستكان قليلا ريثما تتبين الأمور. فيجب للذين تم اعتقالهم إذا كانوا لهم جنايات أو جرائم ارتكبت يجب أن تبين وتشرح وتوضح للشعب السوداني، ويقولوا أن الإقامة الجبرية في بيوتهم أو لأهلهم أو في أماكن الحجر الصحي مهيئة تهيئة صحية وتهية طبية. ومن سيهيئها؟ ومن سيهيئ هذه مناطق الحجر الصحي؟ تهيئات أماكن الحجر الصحي. من سيقوم بتهيئتها؟ أنت تقول جهات مهيئة، من سيقوم بتهيئة هذه الأماكن حتى تكون مناسبة للحجر الصحي؟ نحن رأينا المواطنين يهربون من هذه الأماكن. الذين هم عند القضاء الآن هنالك حجر صحي تكون تحت مراقبة القضاء وتحت رعاية الجهات العدلية حتى يكون هنالك إنصاف وعدالة. الآن رأينا أسر المعتقلين كلهم توجهوا إلى الدولة باحتجاجات ومظاهرات وتظاهرات، نتوقع أن تستمر هذه التظاهرات حتى يصدق أو تقوم الدولة بإطلاق سراح هؤلاء. هنالك كذلك معتقلين في مجلس الصحوة
وهؤلاء اعتقلوا في عهد النظام السابق وطالت فترة اعتقالهم، وأيضا هم الآن يتعرضون إلى ظروف صحية سيئة. يجب على الدولة أن تراعي الناحية الإنسانية لهؤلاء المعتقلين ولسائر المعتقلين في الدولة السودانية حتى نضمن حياة كريمة للشعب السوداني بغض النظر عن الاختلاف في الرأي السياسي أو في الفكر السياسي أو بغض النظر عن التي أو الأحداث التي حدثت في رمضان من الوقت. الشباب مشاهير الكرام، فاصل ثم نعود. مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدي الكرام. الآن تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة رباب إبراهيم السنوسي، ابنة المعتقل السياسي الدكتور إبراهيم السنوسي. مرحبا بكم أستاذة رباب. عليكم السلام والرحمة، أهلا بك. أولا أخبرينا عن الأوضاع التي يمر بها المعتقلون السياسيون داخل سجن كوبر. المعتقلين السياسيين في سجن كوبر هم معتقلين فيهم قرابة في بتفاوت في المدة الزمنية، فمنهم من قارب العام هو معتقل سياسي في سجن كوبر، منهم من يمكث في السجن حوالي عدة شهور ومن غير توجيه تهم، وهم الآن يمكثون في سجن كوبر دون محاكمات. فالأوضاع اللي بيمر بها السودان وبيمر بها العالم كله اللي هو وباء فيروس كورونا. طيب أنتم يعني كيف سنأتي لهذه النقطة، ولكن كيف لم توجه لهم تهم حتى الآن؟ الصوت ما واضح. كيف لم توجه لهم تهم حتى الآن؟ لم توجه لهم تهم، إنما إلا في الأسبوع قبل عدة أيام، يعني في الأسبوع الفائت اللي هو وجهت لهم تهم ولم تحال إلى الآن، هو بالإحالة إلى المحكمة. طيب حسب ما سمعنا أنكم ناشدتم السلطات لنغل زويكم للإقامة الجبرية، هل هناك أي استجابة؟ والله إحنا كأسر المعتقلين السياسيين عايزين السلطات ورأسهم أن يمكثوا هؤلاء المعتقلين السياسيين تحت الإقامة الجبرية. وإذ نشيد إنه النائب العام أطلق سراح حوالي 4000 من المحكومين، فكان من الأولى أن يطلق سراح المعتقلين السياسيين بحكم إنهم لم توجه إليهم تهم في هذه الفترة، ولكن للأسف فلم تتم المساواة في الحقوق الإنسانية، ولكن وإنما يعني تفضلي. فإلى الآن واليوم أكثر المعتقلين السياسيين عملت وقفة للنائب العام ولم يرد ولم ترد الجهات والسلطات بمطالب الأسر في رأيكم إلى الآن. في رأيكم وهذا حق اللي هو إنه من الحقوق الإنسانية وأن يقبعوا في منازلهم إلى حين انجلاء الوضع، وهم كبار في السن يتجاوزون 60 عاما. فاليوم رفعنا مذكرة للنائب العام أن يستجيب لهذه المذكرة، ونطالب النائب العام أن يستجيب لهذه المذكرة وأن يقطعوا فقط، ولا نريد إسقاط الحق العام ولا نريد منهم غير ذلك، اللي هو إنه بس مراعاة للوضع الصحي اللي يمر به البلد، وبما أنه أطلق سراح حوالي 4000 من المحكومين
فالأولى أن يطلق أو أن يستجيب لهذا المطلب، يعني بغض النظر عن إنه يطلق سراحه، فقط أن يمكثوا بالإقامة الجبرية في منازلهم. ولكن لماذا فنحن لا كأسر بنفتكر إنه ده مطلب عادل جدا ومطلب لا يستحق التسويف ولا يستحق المماطلة. طيب لماذا لم تستجب لكم؟ يعني لماذا هذه، على أي أساس لم تتجاوب معكم الحكومة؟ هل هناك أي تخوف من السلطات تجاه إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في سجن كوبر؟ والله هو في السلطات وعلى رأسها النائب العام في الأسبوع الفائت اللي هو كان يوم الخميس، فلما التقينا به فقال لا أمانع ولا يوجد مانع قانوني من أن يتم الإقامة الجبرية لهؤلاء المعتقلين السياسيين في منازلهم، لكن إلى الآن لم تتم أو ترتيب إذا لم الأمر يكن، بالصورة الجدية ولم يصل إلى موقع تنفيذ. إذا لم يكن الليلة عملنا وقفة احتجاجية أخرى، ولكن للأسف حتى النائب العام لم يستلم المذكرة ولم يقابلنا حتى يعني يرد على المطلب اللي هو في الأسبوع الفائت، إنه قال لا مانع، ونتفاجأ هذا الأسبوع بأنه حتى المقابلة والرد علينا لم يستجب. طيب إذا لم يكن هنالك مانع، ما المانع؟ هل إذا لم يكن هنالك يعني موقف قانوني يمنع من إخراجهم من السجن ولو حتى تحت الإقامة الجبرية؟ يعني ولماذا في الأول قال لكم بأن هنالك، يعني هو ليس هنالك مانع، واليوم امتنع من مقابلتكم؟ في رأيكم ما السبب؟ هل هناك ضغوط تقع على النائب العام من جهة ما؟ ألو ألو ألو، ألو يعني أنت قلت بأن عندما قابلتموه في الأسبوع الماضي هو قال نعم ليس هنالك مانع قانوني يمنع من خروج هؤلاء المعتقلين السياسيون، واليوم في وقفتكم حتى لم يقابلكم، ما السبب؟ هل ترون أن هنالك جهة عليا تضغط على النائب العام؟ باعتقادنا انه انه نظن انه ضمنا خيرا، تفاجأنا فقط في عدم المقابلة في الأسبوع السابق اللي هو قال لا ولا يوجد من حصل، فرفض المقابلة. ولكننا هذا لا يفتر من عزمنا ولا يفتر من المطالبة والاستمرار في التصعيد أنتم كأسر للمعتقلين السياسيين، هل لديكم أي رسالة؟ هذه نختم بها اللقاء معك، للجهات ألو المختصة. أنتم كأسرة للمعتقلين، هل ألو لديكم أي رسالة تريدون إيصالها إلى الجهات المختصة؟ ألو ألو ربما هناك خلل في المصدر. كانت ألو، ألو هل تسمعيني؟ ألو 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 ربما هناك خلل في المصدر. شكرا، كانت معنا من الخرطوم الأستاذة رباب إبراهيم السنوسي، ابنة المعتقل السياسي إبراهيم السنوسي. فاصل ثم نعود. مرحبا بكم مرة ثانية مشاهدي الكرام. الآن أعود إلى ضيفي الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور محمد أحمد ضوينة. دكتور محمد أحمد، يعني تابعنا أزمة طلاب دارفور بعد إغلاق الجامعات واعتصامهم في ميدان الخليفة، لماذا لم تقم الحكومة بحل مشكلاتهم حتى الآن؟
أخي قبل هذا الأمر دعني أعلق قليلا على ما قالته الرباط. حقيقة إذا لم تقدم الحكومة على إطلاق سراح المعتقلي النظام السابق، هذا يؤكد ما ظل يقوله الشعب أن هنالك انتقام تقوم به قوى الحرية والتغيير تجاه النظام السابق، وهذا ينافي العملية الإنسانية والدينية والتسامح السوداني. نرجو أن يراعى مطالب أسر المعتقلين. بالنسبة لطلاب دارفور والشرق وولايات أخرى كانوا في الداخليات إبان ظهور هذا الفيروس اللعين، ولكن لم تكن هنالك ترتيبات كافية لمعالجة هذا الأمر. أولا قبل إخلاءهم من الداخلية ينبغي أن يتم ترحيلهم مباشرة إلى ولاياتهم من الداخليات إلى أهلهم سالمين، وهذه أشياء كانت تقوم بها اتحادات الطلاب التي حلت ولم تستبدل باتحادات طلابية أخرى، كأنما لا توجد هنالك كوادر طلابية تستطيع أن تقوم بهذا العمل. وكذلك هذا العمل كانت تقوم به هيئات ومؤسسات الشباب ومؤسسات المرأة وصندوق دعم الطلاب دون الحاجة إلى خزينة الدولة، ولكن كل هذه المواعين الآن أبعدت تماما وفككت. والخطأ في هذا الأمر أن التفكيك يتم دون استبدال ودون معالجات، كأنما الأمر يقصد به تدمير ممنهج لمكتسبات هذا الشعب، لأن هذه المؤسسات أقيمت بعرق الشعب وبميزان الدولة، فهي تتبع للدولة لا تتبع لأشخاص ولا أفراد. الذي حدث كان مخجلا ومحزنا جدا، أن يخرج الطلاب من الداخليات ويتجمهروا في حوش الخليفة، فكان منظرا لا يليق بدولة واعية. ولكن يا دكتور، أنت تعلم أن الدولة أخلت الداخليات وأغلقت الجامعات، يعني كيف تقوم الدولة باتخاذ قرارات؟ القرار الأول هو كان حظر التجوال، القرار الثاني إيقاف البصات إلى الولايات، يعني وفي ظل هي تعلم أن هنالك طلاب من ولايات لا يعني هي هذه الولايات على الأقل بالسيارة يحتاجون إلى ربما يومين إلى أن يصلوا، لماذا اتخذت هذا القرار قبل أن توفق أوضاع هؤلاء الطلاب؟ هو قرارات مرتجلة، لأنه كثير من الدول اتخذت هذه القرارات لكن تضع الترتيبات اللازمة لئلا يتضرر الشعب السوداني وخاصة شرائح الطلاب والأسباب. أولا يضبطون الأسعار ويوجهون كل المؤسسات التي تعنى بقضية الترحيل وقضية مع المواد الغذائية ومعاش الناس لا تزيد الأسعار وتكون هنالك عقوبات رادعة. حينما أصدر هذا القرار ولم يراعى ضبط الأسواق ومعالجة الآثار الناتجة، ارتفعت أسعار تذاكر الباصات والحافلات إلى ولايات دارفور بطريقة مضاعفة، حتى نحن أصبحنا نقول هذا الشعب السوداني كأنه تغير. كيف في هذه الظروف الإنسانية يزيدون أسعار التذاكر بهذه الصورة الخيالية التي تعجز الطلاب أنفسهم؟ لو كانت هذه الأسعار كما هي لما احتاج الطلاب إلى أن يبقوا فترة طويلة ويبحثوا عن مدخلات؟ فأولا اتخذوا القرار قبل أن يضعوا أيديهم على طريقة الترحيل وعلى تأمين تذاكر السفر، وكذلك كما فعلوا في مؤسسات كثيرة حينما أغلقوا أيضا المعابر دون أن يراعوا أن هنالك عالقين في الأجواء وعالقين في المعابر، وحتى الآن الناس يعانون من مشكلة. يعني يا دكتور، أنت قلت يعني هذه الدولة أنت يعني اتخذت قرارات، هو ليس القرار الأول، يعني هي اتخذ قرار آخر وهو فتح المجال الجوي لمدة 48 ساعة، دخل عديد من السودانيين وهم الآن تسببوا بمشكلة كبيرة جدا. يعني كان من الأولى أن تحل مشكلة هؤلاء الطلاب وبعدها تعلن حظر التجوال أو إيقاف الباصات السفرية، وهي أغلقت داخليات الجامعات. إلى أين يذهب هؤلاء الطلاب الآن؟ نحن كنا نظن أن وزير الصحة دكتور أكرم هو ربما كان يكون الوحيد من الخبراء الذين تم اختيارهم في حكومة الفترة الحالية، ولكن حقيقة هو يعني صرف تفكيره كله إلى شماعة النظام السابق ولأنه أسقط البشير ويستطيع أن يسقط الكورونا، ولكن فاته أن كل أمر يحتاج إلى تدبير وتخطيط وترتيب، لا يمكن يكون خط عشواء. أي قرار لابد أن تدرس دراسة جيدة وتضع له معالج للآثار المتوقعة. حضية الطلاب هذه كان أول توقعات
كيف يذهب هؤلاء الطلاب إلى الولايات؟ كلهم ليسوا من ولاية الخرطوم، كلهم من ولايات بعيدة. وكيف يمكن أن يخرجوا من هذه المشكلة دون ترتيب مسبق لها؟ كذلك إغلاق المعابر وفتح المعابر لأوقات محددة لابد أن يكون قبله تنسيق مع كل السفارات في الدول الخارجية، هل يوجد سودانيون يرغبون في العودة إلى وطنهم قبل إغلاق هذه المعابر بصورة نهائية؟ ثم بعد أن يأتوا إما أن يكون هنالك كانوا في الحجز الصحي ويبردون ما يثبت ذلك، ثم يخضعون إلى فحص كامل وشامل، ثم بعد ذلك يطلقوا سراهم. ولكن لم يضعوا إلى حجر الصحي، هذه مشكلة. لم يتم الفحص المقنن العلمي، هنالك فحوصات أجريت للفضاء وللحمى، وأطلق سراح الناس من المطار دون أن يراعوا أن هذا الفيروس لا يمكن أن يعرف من الفحص الأول والثاني والثالث. فكان من باب أولى أن يضع أي طالب جاء من الخارج أو أي سوداني جاء من الخارج كما تفعل كل دول العالم، أن يضع في حجر محترم ويراعى فيه الجوانب الإنسانية والجوانب الغذائية والبيئة السليمة، ثم يعرض إلى فحوصات متكررة يتأكدوا يقينا أن هؤلاء ليس لهم إصابة بالفيروس، ثم يذهبوا إلى أهلهم آمنين مطمئنين. حتى الذين جاءوا من الإمارات وقضوا فترة الحجر الصحي صحيح ليس لهم إصابة حتى انتهائهم من فترة الحجر الصحي، ولكن ربما أصيبوا بهذا الفيروس في مطار أبو ظبي، فيجب أن يخضعوا إلى فحص كامل وشامل وإلى حجر صحي. كل هذه فاتت على لجنة الطوارئ ببلادنا، ونسأل الله أن يحفظ شعبنا هذا الذي يعني يجب أن يتكل على الله فقط. دكتور في الأخير، يعني بالنسبة لموضوع طلاب دارفور، تدخل مجلس السيادة وقام بتجهيز 13 رحلة لإجلاء أبناء دارفور، هل ما تم يمكن كان للحكومة أن تتلافاه يعني بالتخطيط الجيد، أم نحن نقول أم لا بد للمواطن من أن يعاني حتى تحل مشاكله؟ لماذا لم تقوم يعني الحكومة أصلا بحل هذا الموضوع قبل أن يتدخل مجلس السيادة؟ هذا ما ظلنا نردده دائما، التخطيط المسبق قبل اتخاذ القرار. أما هؤلاء تكون لجان، هذه اللجان أهم وظائفها هو أن ترى حين اتخاذ أي قرار ما هي الآثار الناتجة عنه سلبا أو إيجابا وكيف تلافي هذا. هذا أس التخطيط، التخطيط أن تتنبأ أو تتوقع أحداث ما بعد تنفيذ القرار، هذا من أبجديات التخطيط في علم الإدارة. فهم لم يدرسوا هذا الجانب جيدا، وبعد ذلك حدث ما حدث، وتدخل رجال الأعمال ومجلس السيادة وتم المعالجه. ولكن ايضا هنالك تسلل لكثير من بعض الناس وغير الطلاب وغيره، كان الامر غير منظم، فحتى السفريات او الباصات التي استوجبت لم تكفي، وزادوا عليها مره اخرى من رجال الاعمال جزاهم الله خير ومن مجلس السياده. هذا امر كان مفتوحا، كل طالب يسافر وكل شخص يسافر، واحيانا بعضهم غير الطلاب. وأيضا هذا يدل على أن هنالك ليس دقة في الترتيب وفي التنظيم. هذا الأمر الذي ينقص كثير من مناحي العمل في دولتنا الآن، الأمر الذي يتطلب لهؤلاء الناس أن يرتكزوا قليلا وأن يبعدوا من عقلهم الفكر الجمعي المرتبط بالدولة العميقة والنظام السابق، انشغلوا بكل هذه الأمور وتركوا أن يفكروا ويخططوا جيدا لتنفيذ كثير من الأعمال التي يحتاجها الشعب خاصة في أهد العزمات. إدارة الأزمات أمر لا يجيده كل شخص، يحتاج إلى حنكة ومعرفة ودراية. طيب يا دكتور، بما أنك ذكرت إدارة الأزمات، دعنا الآن ننتقل إلى سؤال آخر أو إلى محور آخر. طالعنا أحد الصحف اليوم، هي صحيفة اليوم التالي، بأن الحكومة الانتقالية شرعت في تعويض الحكومة الأمريكية إثر حادثة المدمرة كول، وذلك بأخذ قرض من الضمان الاجتماعي وكان قدره 70 مليون دولار. يعني كيف تنظر إلى هذه الحكاية والقصة، أو هذه نعتبرها كارثة، البعض يعتبرها كارثة، كيف تنظر إليها؟ أخي الفاتح، أنت تعلم أن الشعب السوداني تضايق من هذه الحكومة الانتقالية وأصبح يعارضها. لماذا كل هذه الأعراض؟ رغم أنها حكومة جاءت لتاج ثورة، وثورة جيدة ومجيدة، لأن هؤلاء الناس
يتصرفون كناشطين ليس كقيادات وطنية مدركة وعارفة باحتياجات الشعب السوداني. هم أدخلوا الدولة السودانية في قضية ليست لها علاقة بشعبنا ولسنا نحن إرهابيون ولسنا نحن دعاة إرهاب، والسودان ليس له علاقة بالمدمرة كول. فهم أدخلوا أنفسهم في هذا الأمر وتبنوا القضية، والآن سيدفع في ظل الظروف الاقتصادية. الشعب السوداني لا يجد لقمة العيش، لا يجد خبز، لا يجد نقود، لا يجد كمامة للفيروس، فكيف تدفع هذه الأموال من أموال الضمان الاجتماعي السوداني؟ هذا الضمان الاجتماعي يحتاج له المسكين الفقير الذي يعاني لقمة العيش. ولكن ليست المشكلة هنا، المشكلة إن هذه $70 مليون تم تسعيرها بسعر الدولار في السوق الأسود، حتى لم تسعر بالسعر الرسمي في بنك السودان. يعني ما تعليقكم على هذا؟ هو لا يكتفون بهذا. أنت تعلم أخي، الأمريكان هم يريدون مطية سرعان ما يحتالون عليها، يعني لا يكتفون بهذا. غدا ستظهر أخرى وتعويضات أخرى ومطالب أخرى وقضايا أخرى. هذا المبلغ الكبير الذي يحسب بالدولار، من أين لحمدوك أن يدفع هذا المال؟ أنا متأكد إذا دفع هذا المال للأمريكان سيسقط عليه هذا الشعب وستلحقه لعنة هذا الشعب، لأنه أولى الشعب من هذا المال الذي نحن لم نرتكب أي جرم في حق هؤلاء الضحايا، ولسنا لنا علاقة بتنظيم القاعدة ولا بالذين قاموا بهذا العمل. حتى لو كان السودان يستضيف هذه القيادات في فترة من الزمن طردهم وأبعدهم قبل هذه الحادثة. الأمريكان على يقين أن السودان بريء من هذا، ولكن يريدون مطية يستغلونها ويدمرون السودان. لا يجد لهم مصلحة في السودان، هم فقط يريدون مفسدة. ووجدوا هؤلاء الناس الناشطين الذين يوافقونهم في كل أمر ولا يهمهم مصلحة هذا الشعب السوداني المظلوم المكلوم الذي يعاني الويلات. فسيسقط هذا الشعب إذا دفعت هذه الدولة أموالنا وأموال المساكين والفقراء واليتامى والأرامل إلى الأمريكان. ولكن كيف للحكومة أن تتخذ إجراء كهذا وأنت تعلم أن العاصمة والولايات تعاني من أزمة في الوقود، يعني والغاز مرة أخرى عادت هذه المشاكل؟ يعني أوليس من الأولى كان للحكومة أن تدفع هذه المبالغ لحل مشاكل الشعب، خصوصا أن هناك أزمة كورونا يمكن لهذه الحكومة أن تشتري بها أجهزة معدات طبية؟ يعني الآن يقال أن في السودان به 80 جهاز فقط للتنفس، يعني لماذا لم تستثمر هذه الأموال التي توجد في الضمان الاجتماعي لمصلحة الشعب السوداني لحل مشاكله؟ وقود، خبز، غاز، أجهزة طبية. الآن يعني العالم كله يقول نفسي نفسي نفسي، ما عدا حكومة حمادوك هي تقول أمريكا. هذه أخي من التناقضات في المشهد السوداني، لأن هنالك حاجة للشعب السوداني وفاقة، وهم يصرفون المال هنا وهناك. هل بالمشهد السوداني تقصد المشهد السوداني؟ نعم، أقصد المشهد السوداني الواقع الماثل الآن يشهد تضارب وتناقضات كبيرة جدا. بين هذه التناقضات أن الشعب يريد شيء والحكومة تفعل شيء آخر ليس له علاقة بمطالب الشعب. من بين ذلك طلب بعثة أمم متحدة، تعويضات المدمرة كول، كثير من الأعمال التي تقوم بها الحكومة هي خارج إطار حاجة الشعب ومتطلبات الشعب، وليست لها علاقة بمخرجات الثورة السودانية ولا تلبي حاجيات هذا الشعب أبدا. طيب ولهذا إذا كانوا في غيهم يعمهون سيضيع هذا الشعب السوداني. يا دكتور يعني الجميع يعلم، ويعني كان ذلك في مؤتمرات صحفية، يعني أعلنت الحكومة بأنها يعني لديها وعود بأن تحل هذه المشاكل خلال أيام. هل هي وعدت بأن تحل مشاكل الشعب السوداني أم مشاكل الشعب الأمريكي بما أنها ستدفع لهم هذه المبالغ؟ لا، هم موظفون في مؤسسات دولية وهم يسعون لحل مشكلات المجتمع الدولي والمجتمع الأمريكي والضحايا،
وكذلك يسعون لإرضاء الأمم المتحدة ومجلس الأمن، فيهيئون لها الدولة حتى تحتل هذه الدولة المسكينة. وهم أكثر عملهم خارج السودان لأنهم أصلا جاءوا من هناك، وربما لديهم مكاسب أخرى بعد هذه الفترة الانتقالية سيتحصلون عليها بعد ذلك، إما وظائف في الأمم المتحدة ولكن أو بيع للدولة السودانية. دكتور، هل جميعهم كانوا يعملون في الأمم المتحدة؟ يعني البعض يقول أن بعضهم كانت تصرف عليه الحكومات الغربية، والجميع يعرف ذلك، يعني بعضهم كان لاجئ وتصرف عليه الحكومات الغربية، تديه المرتب والسكن والإعاشة، والآن عاد وزيرا. وهذه فرصة بعد أن كان لاجئا أو كان موظفا في بلدية أو كان خبيرا أن يلتقي بعد هذه الفترة الانتقالية وليقول للأمم المتحدة والمجتمعات الدولية: نحن السودان بيدنا ونمكنكم فيه كيف تشاءون، ونفتح لكم المفاتيح المغلقة والطرق. وبالتالي يرتقون في الأمم المتحدة ويتحصلون إلى مكاسب كثيرة. هذا يعني أنهم لا يهتمون بحاجة الشعب السوداني. منذ أن جاءوا الشعب مطالبه في اتجاه وهم في اتجاه آخر. طيب، ولهذا سخط الشعب منهم. لماذا الشعب غاضب؟ لكل هذه التصرفات والسلوكيات التي لا تصب في مصلحة الوطن والمواطن. طيب، بما أنك ذكرت الكفاءات وكانوا لاجئون وكذا، يعني اليوم سمعنا عن تعيين مبارك أردول مستشارا لوزير الطاقة. سؤال: الكل يعلم أن كلمة مستشار تعني أن الرجل يكون خبيرا، هذا أولا، وأن يكون ذو دراية فنية عالية جدا حتى يتثنى له حل المشاكل التي تواجهه في الوزارة التي يعمل فيها. طيب، على أي أساس أو كيف تم تعيين مبارك أردول كمستشار لوزير الصناعة؟ هذا امتداد لمنهج هذه الحكومة في أنها تعمل أعمال غريبة على مجتمعنا، وهي بدأت منذ بداية الثورة. أخي، حينما سقط النظام وبدأ الجيش وقوى الحرية التغيير في التصاعد، الشعب السوداني تركهم عسى ولعل تشهد الدولة السودانية استقرارا وتصرفات وسلوكيات تنتج دولة حديثة متطورة، يتحسن الاقتصاد، تعاد الكرامة والعزة وهكذا أشياء. ولكن تفاجأ الشعب السوداني بعد أن خضع لأنه ستكون هنالك حكومة وطنية مستقلة صاحبة كفاءة، كما قال ذلك المجلس العسكري وكما قال ذلك قادة الحرية والتغيير. ولكن المؤسف أنهم جاءوا بغير كفاءات، وإنما بمحاصصات حزبية، وهذا أفضل ما عندهم في أحزابهم، لأن هذه الأحزاب حتى حزب الأمة أثبت أن الكفاءات التي قدم بها إلى هذه الحكومة هي كفاءات لا ترتقي إلى مستوى الكفاءة، يعني تخالف هذا المعنى اللفظ. ومثل وزير المالية وزير الشؤون الدينية، هذا كنا نظن أنهم باعتبار من حزب الأمة سيكونوا أكثر اعتدالا وأكثر أداء وتحسنا، ولكن مع الأسف كلهم أصبحوا لا يعرفون شيئا للكفاءة والكفاية، وليس لهم قدرات وإمكانات تؤهلهم لإدارة هذا الوطن. هذا وطن عظيم فيه من الكفاءات والقدرات ما لا تحصى، ولكن أغلقوا الأمر عليهم ويريدون أن يحكموا الفترة الانتقالية منفردين دون الآخرين. ليتهم قاموا مشروعا وطنيا بتوافق سياسي جمعوا كل القيادات والإمكانات العلمية الحية التي ستصنع من هذا الاقتصاد اقتصادا رائعا، وستقيم دولة حديثة، وستقيم فترة انتقالية تؤدي إلى انتخابات نزيهة. ولكن هم أغلقوا كل هذه الجوانب وضيقوا على هذا الشعب وأغلقوا الفترة الانتقالية على أنفسهم، فجاءوا بهذه أفضل قيادات، ولكنها مع الأسف. دكتور محمد أحمد ضوينة، يبقى معنا نشاهد هذا التقرير القصير ثم نعود.
أعود لضيفي. كما شاهدنا الآن هذا الإنفوغراف الذي كان يوضح عن إحصائيات عن دخول كورونا إلى السودان وما هي الخسائر وكم عدد المتوفين. يعني دكتور، أكد وزير الصحة عن وفاة 60 بالكورونا قادمة من الإمارات، وكذلك الذي قبله كان أيضا قادم من الإمارات، وكلهم هؤلاء أتوا في الفترة التي فتحت فيها الحكومة المطار لمدة 48 ساعة. طيب لماذا لم نسمع بإجراءات احترازية عند فتح المطار؟ يعني كأن الرجل يريد أن يدخل بضاعة إلى الدولة، لماذا لم تتخذ الدولة الإجراءات؟ يعني بعضهم كان يقول أنا ذهبت إلى الأطباء في المطار وقلت لهم يعني أنا أشعر بالمطر، أنا لست مريضا، قالوا له اذهب عندما تتعب عد إلينا. السودانيون الذين عادوا هم معظمهم عادوا من الإمارات ومصر، وهذه كلها مناطق موبوءة. حتى الأرقام التي أعلنوها أرقام ليست صحيحة، يعني الإمارات ومصر فيها حالات فيروس أكثر من العدد المعلن، وبالتالي الأمر الذي يتطلب لأي دولة واعية أن تحافظ على مواطنيها المقيمين في الداخل، حينما يأتي إليها مواطن من الخارج وتكون هنالك إجراءات طبية ووقائية كاملة وشاملة، لأن الكورونا هذا علاجه وقائي أكثر من كونه جرعات علاجية. هذا الأمر الذي يتطلب أجهزة فحص عالية الدقة، ونحن نشكر ونشيد بالكوادر الطبية السودانية حقيقة، يعني ربما يكون هم الآن في خط النار، في خط المواجهة، وأبلوا بلاء حسنا، ومن يستحقون منا كل الشكر والتقدير، ولكن الدولة السودانية ينبغي أن توفر لهم الأجهزة والمعدات اللازمة لكشف هذا المرض، وكذلك البيئة الصالحة للحجر الصحي. التعامل العفوي مع هذه الحالات هي التي أضرت الآن بالوضع، وأظهرت حالات كثيرة، ولا سيما الذي يعني أصيب وأعلن أنه مصاب وأعلن أنه ليس بحالة جيدة، يشك في أنه مصاب بهذا الفيروس، ولكن السلطات تعاملت مع الأمر باستخفاف وباستهتار مبالغ فيه، كأنما هذا الأمر لا يهم حياة الناس ولا صحة الناس، فذهبوا واختلطوا بالمجتمع. وأنت تعلم عفويتنا في المجتمع السوداني وسلامنا كيف، ولكن يا دكتور في 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 إطار تقصير الحكومة، يعني لم تقم بواجبها، اليوم خصصت قوات الدعم السريع أرقاما للطوارئ والاستفسار أو التبليغ عن حالة اشتباه بكورونا. هل هذا من تخصيص وزارة الصحة؟ هل هذا من تخصص وزارة الصحة أم هذا قوات الدعم السريع؟ عمل وزارة الصحة. ولكن إذا عجزت وزارة الصحة غالبا نرى أحيانا كثيرا الدعم السريع تدخل، لأن هذا الأمر أمر. ولكن لماذا لم تقدم قوات الدعم السريع الدعم إلى وزارة الصحة وهي تقوم بواجبها؟ يعني وزارة الصحة لها كوادر، لها أطباء، أما قوات الدعم السريع لهم جنود، يعني يعرفون كيف يستخدمون الأسلحة، ولا يستطيعون أن يستخدموا الحقنة والسماعة وأجهزة الكشف وأجهزة التنفس وهذه الأشياء. لا، الدعم السريع له وحدات طبية متكاملة، له وحدات كوارث وطوارئ وعند إسعافات وأطباء، لهم كثير من الـ وهذا شأن الجيوش في كل العالم، حتى الجيش السوداني العظيم. ولكن يا دكتور، هل حديثة متطورة يا دكتور، هل لديهم علماء في علم الفيروسات أو مختبرات لإجراء هذه الفحوصات اللازمة؟ والله ما دام هم عملوا مداخلة في هذا الأمر، أكيد هم عملوا ترتيبات، كما رأينا في كسلا حينما أصابت الكوليرا وبعض الأمراض والوبائيات، تدخلوا تدخلا إيجابيا وأزالوا هذه الوبائيات وعالجوا بطريقة جيدة. يعني نستطيع أن نقول إذا ليس لهم إمكانيات وليس لهم خبرات لا يستطيعون أن يدخلوا، لأن هذا فيروس، وبالتالي أنت إذا لا تعلم كيف تتعامل معه سيصيبك أنت أيضا. فأكيد هناك بعض الترتيبات التي عملت، وهذا يعني يقدح في عمل وزارة الصحة، لأن هذه الوزارة يجب أن لا تحوج الشعب إلى أي مؤسسات أخرى، تقوم مقام بعمله، رغم أن الجيوش في كل دول العالم تدخلت. الآن حتى في أمريكا الجيش تدخل وأقام ببعض المستشفيات الميدانية، حتى في أوروبا الجيش له كثير من التدخلات الطبية في هذا المجال بما يمتلك من إمكانيات مادية وإمكانيات مؤسسية وهكذا أشياء، فربما يسهم، لأن هذا جانب إنساني ولا يتحمل أي محاسسات سياسية وتنازعات سياسية، هكذا جانب أخلاقي.
الشعب ايضا ينبغي كله ان يستنهض ولا ينتظر من وزاره الصحه، يجب على الناس ان يتشكلوا في مكونات هياكل طيب يا دكتور، مجتمع مدني. في الختام، المشهد قبل أن أختم معك بهذا السؤال، المشهد السوداني إلى أين؟ الحقيقة المشهد السوداني الآن يواجه كورونا، وهذه مواجهة صعبة وشاقة جدا، ونحن نخشى إلى شعبنا هنا في السودان أن إذا انتشر هذا المرض ستكون كارثة. لا توجد مستشفيات مهيئة، لا توجد مؤسسات علاجية مواعين تستقبل فيها المرضى، لا توجد وسائل الوقاية، لا توجد كل مقومات الحياة، ولا توجد إمكانيات وميزانيات لهذه الدولة. فشعبنا سيعاني كثيرا إذا لا قدر الله انتشر هذا الوباء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه ويرعاه، وكذلك أن نطلب من الدولة السودانية أن تكون على قدر أهل العزائم، وأن تكون على قدر هذه الدولة العظيمة، هذا الشعب العظيم الذي ما أهين إلا في هذه الفترة، وما أذل إلا في هذه الفترة، وهذا الشعب الذي من عمره ما كان مرتزقا وما كان متطولا وما كان لاجئا إلا بعد هذه الفترة. ولكن الأمر كله يتطلب جدا من الدولة السودانية وتدخل من مجلس السيادة الذي هو مسؤول أمام الشعب السوداني وأمام الله سبحانه وتعالى من حال هذا الشعب، الحال الاقتصادي، الحال السياسي، الحال الصحي، كل هذه الأحوال التي يعاني منها الشعب السوداني الآن. في هذا اليوم يوجد أسر لا تجد ما تقوته. شكرا جزيلا المحلل السياسي الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور محمد أحمد ضوينة، كان معنا عبر الهاتف. إلى هنا مشاهدي الكرام، نصل إلى نهاية هذه الحلقة. ننتظر أسئلتكم واقتراحاتكم على صفحات قناة طيبة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. تحية طيبة وفي أمان الله.